الدول العظيمه لا تنسى ابطالها ابدا سواء من استشهد في سبيل هذا الوطن او من لا يزالون على قيد الحياه ربنا يديهم الصحه وطوله العمر احد اهم القاده العسكريين في مصر واللي خاض اربع حروب وحصل على العديد من الاوسمه في تاريخه العسكري واللي بيمتد لفتره طويله اللواء محي نوح قائد الكتيبه 39 قتال المخابرات الحربيه والاستطلاع هو كان احد رموز حرب اكتوبر المجيده وكان دوره مهم جدا في الحرب وهو تدمير مواقع البترول للعدو وفي الحقيقه اللواء محي نوح وهو قائد الكتيبه 39 قتال كلف قبل الحرب بتشكيل كتيبه الصاقه وتم تكريمه النهارده من خلال تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لابطال اكتوبر في الندوه التثقيفيه 38 للقوات المسلحه زي ما بيقول لحضراتكم ان اللواء محي نوح حصل على العديد من الاوسمه اللي بيعتز بيها ويمكن جدران منزله بيحولها لما هو اشبه بالمتحف الحربي ويمكن دي نقطه مهمه عايزين نشير اليها لحد ما يكون معانا اللي هو محي على التليفون مسألة المتحف الحربي القومي عندنا هنا في مصر كانت رسالة مهمة جدا أثناء الاحتفالية إن مهم إن الأجيال اللي طالعة تزور أماكن زي دي فيها تاريخ الحرب وتاريخ النصر العظيم نصر أكتوبر وكل المقتنيات سواء من القوات المسلحة المصرية أو من قوات العدو اللي هو محي نوح زي ما قلنا هو واحد من أهم القادة العسكريين وأحد مؤسسي الكتيبة 103 صاقة وبطل طبعا من أبطال حرب أكتوبر كان أول مشاركة لي في الحروب كانت في العدوان سنة 56 وبعد كده حرب 67 وبعدها تم تكليفه بوضع ثلاث فصائل لكتائب الصعقة راس العش والكاب والتينة و... وكان دوره مهم جدا في حرب أكتوبر لما ليه من خبرة عسكرية طويلة في مجال الحروب ولصلابته وقوته وتحديدا في سواء في سلاح الصاقة أو سلاح المخابرات الحربية والاستطلاع سلاح المخابرات الحربية والاستطلاع هو احد الاسلحه المهمه جدا في جمع المعلومات والاستطلاع ويمكن مساله جمع المعلومات كان تم الاشاره فيها النهارده اثناء احتفاليه الندوه التثقيفيه ل 38 ودور اهالينا في سينا اللي عمرنا ما هننساه في مساله جمع المعلومات والاستطلاع من بعد 67 لحين انتصارنا المجيد في 73